السلام عليكم. في سؤال بيقول عشان اكون بيم اوتوميشن ديفلوبمنت المفروض اتعلم لغه ايه؟ طيب ايه هو البيم اوتوميشن ديفلوبمنت؟ ان انا ابرمج الحاجات تتم بشكل تلقائي، يعني مثلا ايه، ان اي فيو يتعمل اوتوماتيك، الفيو ده يتعمل شيت باسمه، ياخد نفس اسم الفيو ويتحط في الشيت، وياخد الفيو ويحطه في شيت اوتوماتيك، تمام؟ فده هيوفر لي وقت. ستيل فريمنج اوتوميشن، ممكن مثلا نتاكد ان انا مطبق الكود الحريق، مطبق كود الاستدامه، مطبق الشروط اللي مطلوبه مني، تمام؟ في الحاجات اللي هي بتتم بشكل تلقائي يعملها، فده بيوفر وقت كتير جدا وبيقلل اخطاء. يعني مثلا وانا برسم دكت او بايب او كيبل تري، يعمل كل ما ارسم حاجه يعمل تشيك، يتاكد ان انا مش عامل كلاش مع حاجه تانية، فده هيسهل بدل ما فجاه في الاخر مشروع ان انا عندي شغل كتير قوي او في مشاكل كتير قوي. طيب اسهل حاجه، لو انت حسب البرنامج اللي انت شغال بيه، يعني لو انت شغال مثلا باغلب البرامج بتحتاج السي شارب او السي شارب مشتركه بينهم كلهم، في بعض البرامج بيبقى ليها برامج خاصه بيها، تمام؟ لو انت شغال بالريفت يعني انصحك بالداينامو. الداينامو سهل جدا وبرمجه مرئيه، ومجرد ان انت بتوصل محتاجه مهاره في التفكير البرمجي اكتر من ان انت تحفظ اكواد او تعمل اكواد، لكن يعني هتقويك في الداينامو ان انت تبقى عارف السي شارب او البايثون، لان في حاجات كتير ممكن تقعد تربطها تاخد منك وقت، لو كتبتها بالبايثون هيبقى السطر قليل او هتاخد منك جهد قليل. فلو انت قدرت ان انت تتعلم الداينامو ده اسهل حاجه ممكن تتعلمها لو انت جوه الريفت. لو انت عايز تتعلم السي شارب او البايثون ده هيوفر عليك وقت. الريفت تقدر تبرمج جواه بالروبي، دي لغه برمجه، مش ال او السي شارب او البايثون او الفيجوال بيزك، وما انصحكش بالفيجوال بيزك.